شو بتقول الأفلاك لمواليد الميزان بالأسبوع الأول من شهر تشرين الأول أكتوبر 2022؟ رح يصير يا عزيز الميزان شي بأول شهر بيوعي حماستك، بيوقظ حماستك، وبيهتفلك بمبادرة مهمة جدا بين السبت واحد والأحد اثنين، لكن يخشى من تصرف أو من تدخل مزعج بشؤونك بين التنين ثلاثة والثلاثة أربعة. هاليومين بيكونوا معاكسين، كن حذر جدا خلالهم من فضلك، لا تقبل على أي إجراء وما تتحمس لأي إغراء. حدا بيجي بغرك بيقلك شي بحمسك، وانت عادة تتأثر بالانفيرونمان بالبيئة اللي حولك كتير. الفلك بيبتسم، بيرجع لك، بيرجع يبتسم لك، وبيكون واعد، بيوعدك بالأفضل بين الأربعة خمسة والخميس ستة. بتفرح بمستجدات، تقدم على نشاط، بيوعدك بتطور. أكيد الناس دايما بيصدقوا يلي بتقوله، بيعجبوا بهالفترة بأدائك الجدير وبالتقدير. يمكن تحصل على معلومة مهمة جدا بتساهم بإنجاح مساعيك، تنكب على دراسة، على مسألة مهنية بآخر الأسبوع، يعني ابتداء من الجمعة سبعة. بتتكلل جهودك بالنجاح، بس مطلوب منك التكتم الشديد بهالوقت، والأسبوع الجاي بقلك ليش.